يعطيكم العافيه. طبعا كل الشكر لفريقنا الجبارين، المركز الاول ناشنال عالميا بال 12 اورز، المركز الثالث 24 ساعه عالميا، المركز الاول بسباق ال 24 ساعه محليا، والاوفرول بوينت، ومستر جالف رن اخونا فهد الحطاب اكتساح. يعطيكم الف الف عافيه شباب، مشكورين. قوة تحمل الشباب صراحة ما قصروا ويعطيهم العافية، واعتقد اثبت فريق بورشة قوته بالكويت وفريقه فريق متكامل ان شاء الله، والايات ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله الاول جميعا، وهذا احد الابطال معانا، وقواكم الله، مشكورين. الحمد لله قدرنا نحقق المركز الاول بال 12 اورز، وال 24 خذينا المركز الثالث، والاوفرول خذينا الاول الحمد لله. كل هذا بعد 24 ساعة من التعب، الشباب كلهم ما قصروا، بورش كلاب ما قصرت. شكرا حق كل اللي حضروا، وشكرا حق كل الداعمين لهذا الحدث والداعمين لفريقنا بورش كلاب، وشوفكم السنة الجاية ان شاء الله. السباق كان ممتع جدا وتحدي لاخر ثانية، استمتعنا بالتنظيم بالمنافسة الحلوة، وربع فريق بورش ما شاء الله ما قصروا، مشكورين بورش على الدعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا، ومشكورين المنظمين على هذا السباق. ما قصر الفريق من الصغير إلى الكبير، ومن كل الشركات الداعمة، وما قصروا معنا بكل شيء، ولله الحمد خذينا الناشونال تشامبيون وال24 الثالث، وعلى ال 12 اور خذينا الاول لله الحمد. الحمد لله شاركنا باسم بورشة كلب بورشة الكويت، حصلنا على المركز الثالث بال 24 ساعه، حصلنا المركز الاول على ال 12 ساعه، والناشونال تشامبيون على الكويت. فزنا الحمد لله بالمركز الاول في سباق ال 12 ساعه، والمركز الثالث في سباق ال 24 ساعه. مشكورين البورش والاهل والاصدقاء اللي زارونا هني، والف الف شكر على كل شيء. من اليوم كان في سباق 24 ساعة كارتينج، وكان المشاركة باسم فريق بورش كلب، الحمد لله حصلنا على المركز الثالث اوفرول، وحصلنا على المركز الاول بسباق 12 ساعة الحمد لله. يعطيكم العافية، ومشكورين على دعمكم وعلى تغطيتكم، وعلى مشكورين سبونسرات على الدعم، مشكورين. يعطيكم العافية شبابنا، عساكم على القوة، ودائما احنا متفائلين فيكم، وهذا اللي عودتونا عليه ان دائما تكونون بالمراكز الاولى، عساكم على القوة وكل توفيق لكم. ثانك يو نادي بورشة الكويت، موفقين. في النهاية حابة تشكر من المتسابقين اللي ما قصروا ويانا صراحة، بدعوا أول مشاركة حق النادي، والحمد لله كل منصة كان لنا فيها مركز، والحمد لله أغلبهم المركز الأول. إن شاء الله الوعد السنة الجاية ما راح نخلي حق أحد أي جائزة. يعطيكم العافية.